نقول الو. الو الو، ايوه متاخرك يا كابتن جلجل. انا جبت الصوت على طول على فكره، هم ما قالوليش على الاسم بس انا من اول الو. لا ده مثل الاعلى ده. كابتن علاء ميهوب نجم النادي الاهلي ومصر طبعا. ده مثل الاعلى كابتن احمد. برضه واحد كابتن علاء. الحمد لله ربنا يخليك يا حبيبي. والله يا كابتن انا فتحت عيني. انت طيب كابتن علاء، عرفت يعني ايه تشق على الجون على طول من حضرتك. فدي خدتها منك طبعا مع الفارق يعني. حضرتك اعلى كتير يا كابتن. انت عارف. لا يا حبيبي انت عارف والله، اصل محمد كلمني، محمد علي بيقول لي ده معانا النهارده مع احمد عبد الجليل حبيبي. انت عارف انت من الناس اللي انا بحبها جدا يعني، بره الملعب وجوه الملعب، وكنت لعيب طبعا. يا رب خليك يا كابتن. اه والله بحب اتفرج عليك، ولما طلعت معانا يعني انت كنت خلاص صغير يعني. يا كابتن ده شرف ليا ان حضرتك تقول عليا كده. لا يعني والله عبد الجليل ده انت، لا يا حبيبي انت لعيب كنت هايل ما شاء الله حبيبي يا كابتن. بس الواد عادل عبد الرحمن بيحشر نفسه معانا ليه يا كابتن؟ وبعدين يعني عادل كل شويه يقول لك المثلث عبد الجليل وعمرو وعادل، طب انت مالك يا عادل؟ بس سلم لي عليه لما تشوفه، الواد ده بحبه اصلا. عادل ده جميل، وانتوا مجموعه كنتوا طالعين مع بعض مجموعه. الحمد لله. لا ده عادل ده حبيب قلبي ده، وعمرو نحب نكشه بس. انت وعمرو وهاني ما شاء الله مجموعه طلعت مع بعض كده. حبيب يا كابتن. هو ده النادي الاهلي يا جلجل، انا كنت طبعا بتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي، هو ده النادي الاهلي. صح صح. احنا طلعنا كده، ان احنا كنا صغيرين لما كان اللعيبه الكبيره كانت تتفرج علينا وتتكلم علينا كلمه حلوه، الواحد بيبقى مروح البيت مش يعني مش عايز اقول لك الفرحه عامله ازاي. لما طلعت الفريق الاول ما كنتش متخيل مثلا ان انا جنب الناس اللي انا كنت بتمنى اشوفها دي. هو ده النادي الاهلي يا حياتي. بس قول لي يا كابتن علاء، يعني انا بيتهيألي انت، انا يعني كنت لسه بقول انه يعني طبعا احنا بنحب كل نجومنا، لكن في لعيبه بتبقى فاكهه، في لعيبه بتبقى بتحب تتفرج عليها وهي بتستلم وهي بتوقف وهي بترقص وهي بتسجل، وبيتهيألي انت وكابتن عبد الجليل من اللعيبه دي، اللعيبه الحريفه اللعيبه الموهوبه. انت وانت في الملعب وانت ده، لا دي مش يعني انا شدت فيك مجروحه يا كابتن علاء، انت يعني واحد من علاء موهوب، ده 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 حاجه كبيره جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. بس انا عايز اعرف الحريف في الملعب بالذات لما يبقى كابتن كبير في النادي الاهلي، لما بيشوف حد كورته حلوه داخل عليه في اللي طالع من الناشئين او لسه بيبتدي مشوار، بيتعامل معاه معامله مختلفه، بيديله نصايح، بيديله توجيهات، بيشتغل عليه ازاي؟ على طول يا احمد. انا لسه كنت بقول لك، انا لما طلعت كنت لما لعيب كبير يكلمني انا مش عايز اقول لك او ينصحني، انا مش عايز اقول لك عامل ازاي. بص يا احمد، انت اللعيب الحريف عينيك بتروح له. ايوه. بتحب تتكلم معاه، بتحب تشوفه، بتحب تقول له لو في حاجه، بتحب تديله نصيحه. بص يا احمد، اللي احنا اتربينا فيه في النادي الاهلي والله مش عشان انا كنت في النادي الاهلي او مجامله، صعب تلاقيه في حته ثانيه. صعب تلاقي حد كده بيطلع انت بتاخد بايده وفي وقت عايزك يبقى احسن منه. يعني انت فاهمني؟ أيوه. يعني هو ده النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي نادي مبادئ، نادي اخلاق، بيعلمك حاجات كده من غير ما حد يعلمها لك، انت بتشربها لوحدك. صحيح. لما اللعيب الكبير بياخد بايد اللعيب الصغير هي بتبقى عارف عاده فيا، ما انا فاكر اول ما لعيب حقيقي حد برضه اللعيبه الكبيره، اللعيبه الكبيره كلها يا احمد عايزاك تبقى، بص يا احمد اللعيبه عايزاك تبقى كويس، هو ده الفرق، مش عايزك تبقى وحش، انا عايزك تبقى كويس. صحيح. خلاص علاء بيستلمها من نجم كبير، بيسلمها لعبد الجليل، عبد الجليل بيسلمها لحد تاني، عشان كده النادي الاهلي يا احمد يروح جيل يجي جيل، اجيال تمشي، النادي الاهلي موجود، النادي الاهلي ببطولاته، البطولات العظيمه اللي انت عمام تحصد فيها دي من زمان مش جايه كده صدفه. لا صحيح. ده جيل بيسلم جيل بيسلم جيل بيسلم جيل على اسس وعلى مبادئ وعلى ان هو انت مع انت عارف انت موجود فين. هو ده اللي بيفرق يا احمد بين اي حد في انديه ثانيه والنادي الاهلي، انت عارف موجود فين فانت مقدر المكان ده، عشان كده الناس كلها فاكره عبد الجليل. عبد الجليل كان ربنا يخليك يا كابتن. طبعا طبعا. بعدين انت متعني في التحليل والله يا كابتن علاء، لان انت بتاع كوره راجل بتاع كوره والله حبيبي يا كابتن. لا انا مش عايز اطول عليكم يا احمد، انت معاك سعداء سعداء حريف وحاجه ممتعه جدا حبيبي يا كابتن، وانت جيرجل معاك كمان احمد سمير حاجه ممتعه. الله يخليك يا كابتن علاء، ربنا يخليك. صح جميل يعني. فكل سنه وانت طيبين وانت طيب وانت طيب حبيبي يا احمد. حبيبك يا كابتن علاء. ماشي يا كابتن. شكرا كابتن علاء. اصل ده مثل الاعلى ده.